اختارت الشركة المالية العالمية إرنست أند يونغ اللبنانية علي سبلاني رجل الأعمال لهذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وقع الاختيار على سبلاني من بين آلاف رجال الأعمال في ديترويت وباقي الولايات، وهو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تك إنفيجن والرائدة في صنع آلات المطابع المتطورة الثلاثية الأبعاد. حفل كبير أقيم في ديترويت اختير سبلاني الأول من بين 25 مرشحا نهائيا عن فئة التكنولوجيا. The winner in the technology category is Envision Tech Alpha. Truly an honor to accept this award on behalf of myself and all the employees who are here tonight. I'm truly privileged and humbled to be in the prestigious group of entrepreneurs that are here. يذكر أنها المرة الأولى التي يربح هذه الجائزة رجل أعمال عربي أمريكي.